كل شيء كان مليح، الدرجة مليحة، السيجي كان في متناول الجميع، يحلهم مليح سهل. الامتحان في متناول الجميع كان مليح، كان على قدر الجامع. جو كان ملائم، الظروف كانت كليمة، كان ما كان كلش. كانت الظروف ملائمة، امتحان كان سهل. الامتحان كان سهل، القراية اللي قريناها جونا فيها أسئلة نورمال عادي، ووفروا لنا كلش. هاتي وإن شاء الله قاعد ينجحوا وقاعد يربحوا وقاعد يجيبوا معدل مليح. كان سهل إن شاء الله، نقولوا قاعد الناس يجيبوا مليح. ما راهم جايين سهل العام. سجي كان سهل، الظروف كانت مليحة، وإن شاء الله قاعد اللي راهو يفوتوا يطلعوا الليس إن شاء الله. الامتحان كان مليح، العربية سهل، الفيزياء ثانيك مليح، والمؤسسة وفرت قاع الظروف وقاع رفاقين. نتمنى لهم النجاح، ربي يوفقهم إن شاء الله. مستوى داروا لنا على الموضوع اللي كنا قرينا عليه، نتمنى النجاح، وأشكر كل الأساتذة اللي درسونا وأشكرهم على المجهودات اللي بدلوهم معنا الأساتذة. يعني الحضور صباح مساء من أجل يعني الدعم النفسي، تقديم الدعم النفسي للتلاميذ لأبنائنا هادو، نشجعوهم باش على الأقل الجانب النفسي يكون المعنوية تاعهم مرتفعة، باش كي يدخلوا إن شاء الله يكونوا يحققوا نتائج تكون نتائج إيجابية. جبته وحطيته هنا، حوست نعرف كيفاش هو شراها، كيفاش صاري. ودرك تاني جيته باش تاني نعرف الوقت اللي يدخل فيه الوقت اللي يخرج فيه، باش هكا يكون طمئن مليح، يكون مريح نفسيا. الدعم النفسي هذه باينه سبحان الله، مازالوا تلاميذ صغار ومراهقين ما يعرفوا صلاحهم. نجوا نعطوهم الثقه في نفسهم ونقول لهم ما تخافوش ورانا معاكم، وهذا امتحان عادي كالاختبارات، ما فيه حتى فرق.